موجة عالية وموجة واطية، ممكن موجة تيجي تدك ماشي زي ما انت عايز، فاكر ان محدش قدر. Through Our Eyes and Our Words is a hip hop and poetry workshop designed for adolescents. ان احنا نحاول نساعد شباب عرب صغيرين معظمهم او كلهم لاجئين عايشين في مصر، ازاي يعبروا عن نفسهم، ازاي الحضارات دي كلها ممكن تتلاقى، لان هم في معظم الاوقات عاشوا قصص متشابهه. It's led by me and other socially and politically conscious hip hop artists in Egypt. اسمي شزة، عندي 11 سنة، من سوريا. اسمي عزت، ليبي. حازم أيمن عبد القادر، هنا من ليبيا. أنا بقالي قد شهرين 3 سنين في مصر. I think it's important for people to express how they feel and express what they think because it also can work as a healing process. أنا يعني بلعب قانون أوقات لما أكون زعلانة عشان بيعبر عن مشاعري. الغضب اللي كان جوايا وجوه ناس كتيرة مرت بالتجربة بتاعت الثلاث سنين او الاربع سنين اللي فاتوا، فاحنا مش عايزينه يطلع بصورة سلبية ان انا اكون عنيف تجاه المجتمع او عنيف تجاه شخص معين. لما بتحصل لي مشكلة بقعد اكتب عنها. استخدمت الكتابة واستخدمت المزيكا في ان انا اعبر عن المواقف اللي بتحصل لي عامة. The things that you feel about something, it makes it easier for you to face the problem that you're having or be in touch with yourself in order to deliver something like a message. بقعد لوحدي بقول انا عندي مشكلة واتكلم لوحدي، ممكن اكتبها ممكن ارسمها ممكن اغنيها. فانا قررت مثلا ان انا همسك ورقة وقلم واكتب واغني الكلام اللي انا بقوله ده فيطلع بصورة تانية اكتر. هيب هوب هو بسيط قوي، لان هم بيتطلبش منك انك تبقى مثلا ايه عايزه في اله معينه او بتعرف تغني بطريقه معينه. انا بسمع راب، احب ما يعبروا على المشكله. هي ازاي الهيب هوب حاجه بسيطه طريقه التعبير ولكن عميقه في ان هي بتعرف توصل كل حاجه بسهوله. طول عمر الحياه زي الدوائر واحنا فيها تاهيل، متاكدين من غلطنا، عارفين ومش ناكرين، من كتر ما بنعمل الغلط اقتنعنا انه الحل، الفساد في البلد زاد والضمير هو اللي قل. المزيكا طول عمرها كانت اداه قويه جدا في تغيير وتحريك شابترز من التاريخ. الموسيقى هي حاجه حقيقيه جدا، حاجه بتعالج جدا، ان هي للشخص اللي بيمارس ده ان هو عارف ان هو بغض النظر عن الواقع كل اللي هو عايش فيه، هو عارف ان هو عنده الملجأ الخاص اللي هو خلقه لنفسه. انا بحب المزيكا عشان بطلع فيها، بسلي نفسي، بطلع فيها احساسي، حاجه بعيشها. المزيكا بتساعدني ان انا اعبر عن الحاجات اللي جوايا، ان كانت مثلا افكار او حاجه انا حاسس بيها او حتى ان كانت طاقه. يعني هو يعني بيخرج الحزن. الهدف من المشروع ان الشباب الصغير اللي عنده الانرجي دي كلها، الحكايات دي كلها يقدر يطلعها. بيخلي الموضوع اسهل ان انا اواجه نفسي بالمشكله دي، ان كانت مشكله احس بالحاجه اللي انا كاتبها اكتر. الورك شوب عامة لما الناس بتعمل ورك شوب بتفيدهم في انها تدي مفاتيح كتير قوي لكل حاجه هو بيبقى عايز يعملها بس مش عارف يعملها ازاي، او ما بيبقاش عارف بدايه الطريق منين. السبب التاني بقى من المشروع هو ان احنا نوثق ده. هي بتفيد يعني انك يبقى عندك خلفيه، تبقى عارف معلومات، تعرف مثلا الغلطه ابتدى منين كده. فهي التجربه هتكون انتر اكتف، يعني بمعنى ان احنا هنتعلم منهم زي ما هم هيتعلموا مننا. And mixing all those cultures and mixing all those stories together is the whole idea behind the whole project. ليه الفاسد دايما يفضل ليه الصالح ياكل الحوت؟ ليه علشان افضل ما بينكم لازم حد غير يموت؟ ليه علشان حلمي يتحقق لازم احلم بالكابوس؟ ليه علشان اوصل للقمه لازم اعلي تحت دوس؟ جاتني فرصه ارجع ليبيا. وحشاني سوريا. ايوه عايز ارجع ليبيا. يعني انا اكتر حاجه وحشاني قرايبي وصحابي. ايوه عندي عيله وبيت. انا خايف عليهم ان هم يبقوا في الشارع عشان الحرب. وجود ورشه زي اللي احنا بنعملها دلوقتي دي، ان هي عايزين نقول ان هي حاجه مهمه جدا للمجتمع، ان هو هيبدا يبص الموسيقى والتعبير الفني بعين مختلفه. نفسي الولاد اللي هيبقوا معانا ان شاء الله نوصل لهم ده، نوصل لهم ان المزيكا ليها قيمه، ان الفن ليه قيمه. The aim of the workshop is to help adolescents coming from different countries to express themselves and the pain that they've been through. The whole idea behind the project is
going through a journey of expressing. بس مش المهم الأغنية, المهم الرحلة نفسها. Working with young kids, trying to let them express what they've been going through and the stories behind why they became refugees is the whole idea behind the whole project. بعافر.